أكثر من عامين على وقف ترامب لها إدارة بايدن تعيد حزمة المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بنحو 235 مليون دولار وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن أن إدارة بايدن أخطرت الكونغرس باعتزامها تقديم 150 مليون دولار للفلسطينيين عبر وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أونروا، و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية. بعد القرار الأمريكي، وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت أنها تجري حوارات مكثفة مع الولايات المتحدة، ومن بينها استئناف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وأثرها على المصالح المشتركة. الخارجية الإسرائيلية قالت أن موقفها من مؤسسة أونروا هو أنها بشكلها الحالي تديم الصراع ولا تساهم في حله، لذلك فإن استئناف المساعدات الأونروا أو مساعدات الأونروا يجب أن يكون مصحوبا بتغييرات جوهرية وضرورية في طبيعة المؤسسة وأهدافها وإدارتها على حد قوله. في المقابل، رحب مسؤول فلسطيني باستئناف الدعم الأمريكي وعبر عن أمله باستمرار الدعم الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ليعود إلى سابق عهده. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير مكتب الشرق في رام الله محمد دراغمي. أهلا بك محمد. بداية، يعني ترحيب فلسطيني وأقليمي وسط تحفظ إسرائيلي على هذه الخطوة الأمريكية، هل عامل الوقت في هذا القرار مهم؟ السلطة الفلسطينية اعتبرت هذا القرار في منتهى الأهمية من الجانبين السياسي والاقتصادي. من الجانب السياسي، جاء مترافقا مع إعلان أمريكي عن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين. هذا الالتزام غاب تماما في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب وعاد ليحتل الأجندة من جديد، يعتبروه الفلسطينيون إنجازا مهما. لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية هي الراعي شبه الحصري لعملية العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولأن الإدارة الأمريكية هي الجهة الوحيدة القادرة أحيانا على وضع ضغوط على إسرائيل في بعض القضايا، لذلك الفلسطينيون رحبوا به. من الناحية المالية هو مهم. أولا، الإدارة الأمريكية كانت طيلة عملية السلام هي الراعي الأكبر للسلطة الفلسطينية، الداعم المالي الأكبر كدولة للسلطة الفلسطينية. المبالغ السنوية كانت مهمة وتتجاوز 800 مليون دولار سنويا، وهذه كانت مهمة. جزء منها حوالي 250 مليون دولار كانت تذهب بشكل مباشر إلى موازنة الحكومة الفلسطينية، والجزء الآخر يذهب إلى الأونروا، والأونروا تعمل على حمل عبء كبير عن السلطة الفلسطينية وعن الدول المضيفة للاجئين في سوريا ولبنان والأردن، وتقدم خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية هامة. إذن من الناحية المالية الأمر مهم، خصوصا في فترة الكورونا، لأن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز موازنتها بقيمة مليار دولار، من حوالي 5.5 مليار دولار هنالك عجز قيمته مليار دولار، وهي بأمس الحاجة لأي دعم خارجي. المهم في الأمر هو الجانب السياسي، أن هذه المساعدات جاءت أولا لتلغي قرارات ترامب، وثانيا لتفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الفلسطينيين والعلاقة مع الإسرائيليين وإدارة الملف السياسي. نعم. هنالك كما أبلغنا هنا في رام الله اتصالات بين المسؤولين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية بهذا الشأن، وجاء هذا التغيير ثمرة هذه الاتصالات. الفلسطينيون يطالبون في هذه الاتصالات من الإدارة الأمريكية بأن تعيد إطلاق عملية سياسية ذات معنى وتقوم على حل الدولتين، وتلزم إسرائيل بوقف الإجراءات أحادية الجانب وخاصة الاستيطان. الإدارة الأمريكية من جانبها تطالب السلطة الفلسطينية بوقف ما تسميه التحريض، دعم وتوفير رواتب للأسرى ولعائلات الشهداء، تعتبرها الإدارة الأمريكية تشجيعا على العنف وتحريضا وتطالبها بذلك. لهذا السبب لم تستأنف بعد الدعم الموجه إلى الموازنة. هذا الدعم موجه إما للبنية التحتية أو للمصاريف التطويرية أو للأونروا أو لمواجهة كوفيد، لكن الدعم المباشر لموازنة الحكومة التي هي بأمس الحاجة إليها لم يستأنف، لأن هنالك سلسلة قوانين أقرت في عهد الإدارة السابقة تقيد هذا الدعم إلى حين أن توقف السلطة الفلسطينية توفير الرواتب والمخصصات المالية للأسرى ولأسر الشهداء. لكن من الناحية السياسية، الفلسطينيون مرتاحون هنا لهذا التطور، ويقولون بأن الإدارة وعدت بأنه بعد الانتخابات الإسرائيلية، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأيضا بعد الانتخابات الفلسطينية، ستنظر في إمكانية إعادة إطلاق العملية السياسية بين الجانبين. طيب محمد، ماذا بعد هذا الرفض؟ كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه الخطوة؟
هل تستطيع التصعيد يعني ربما أو؟ المؤكد بأن إسرائيل كانت مرتاحة جدا في عهد إدارة ترامب، لأنه كان يمارس ضغطا على السلطة الفلسطينية، ضغطا سياسيا وماليا، أوقف كل أشكال المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، وأيضا مارس ضغطا سياسيا وحاول حمل دول عديدة في العالم على مقاطعة السلطة الفلسطينية والتوقف عن دعمها من أجل إجبارها على الانخراط في صفقة القرن، وهي صفقة سياسية كانت مؤلمة جدا بالنسبة للفلسطينيين وتعني ضياع أكثر من ثلث الضفة الغربية مع القدس. لذلك إسرائيل كانت مرتاحة جدا مع إدارة ترامب، والآن إدارة بايدن تتبع مقاربة سياسية مختلفة. الإدارات الديمقراطية كانت على الدوام تتبع مقاربة سياسية مختلفة، وكانت تمارس أحيانا بعض الضغوط على إسرائيل في بعض الأوجه، خصوصا في مشاريع استيطانية تؤدي إلى تغيير دراماتيكي وتغيير جوهري في المعادلة، خاصة تؤثر على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا من الناحية المستقبلية. لذلك الفلسطينيين يراهنون الآن على ضغط أكثر على إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية. المشكلة الكبرى أن في إسرائيل الانتخابات، سلسلة الانتخابات، الانتخابات الأربعة التي أجريت خلال عامين، كانت تنتج حكومة يمينية، وهذه الحكومة ثلثي الكنيسة، البرلمان من اليمين الذي يؤيد ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. لذلك لا يوجد رهانات كبيرة في الضغط الأمريكي القادم على إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى شريك من سياسي من الإدارة الأمريكية أن تمارس ضغوط، أن تقدر السلطة الفلسطينية وتوفر لها الدعم المالي والسياسي، إلى حين حدوث تغييرات جوهرية في إسرائيل تسمح لعملية سياسية ذات معنى بالعودة إلى المسار. إذن مدير مكتب الشرق في رام الله محمد راغمي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.